إيران. 2 أغسطس 1990، العراق يحتل الكويت. قطر تصر أن يعقد مؤتمر القمة الخليجية لديها وإلا قطعته. في المؤتمر ساوم حمد بن خليفة زعماء الدول الخليجية على جزيرة أحوار، وإلا لن يتم مناقشة قضية غزو الكويت. وبخه الملك فهد وتدارك الزعماء الموقف. في 25 من نوفمبر 1997، الشيخ زايد النهيان يكشف عن محاولة ابتزاز قطرية أخرى. تكلم مع وزير خارجيتنا هناك، وتم يطالبونهم الجماعة اللي يابهم خليفة بن حمد إلى الأمارات، وقلنا لهم شوف نحن ما بيننا وبينكم معاهدة أن نحن نسلم لكم اللي بيلاجي عندنا. جاوب الوزارة الخارجية يقول لهم أنتم أصبحتوا اليوم بورة حق الإرهابيين. لكن رد الشيخ زايد كان قويا. إن قلت هالكلام هذا مرة أخرى نحن لا بنجاوب، ولا نجيت في المطار بنلتقيك، ولا نجينا نحن في قطر بنصافحك. تكلم بالكلام المحترم اللي يتكلمون به الرجال الأكفية للرجال الأكفية، ولا ما بيكون بيننا وبينك جواب. لو ترسل 1000 رسالة ما بنعطيك حرفة.